ما كنتش بتابعه لان ما كنتش بشوفه عادي، لكن تواصل معي من فترة ان انا اكون ضيف معاه في برنامج بيقدمه على اليوتيوب. فقبل ما اروح كضيف لازم اشوف انا رايح مع مين، فقعدت اتفرج ولقيت فيديو بيجيب فيديو، فيديو بيجيب فيديو، نص ساعة ممتعة، ساعة تمام جدا تتفرج وانت مبسوط لانك بتسمع سرد حلو لقصص حلوة ممكن يكون ما اتحكتش قبل كده او اتحكت بس مش بنفس الطريقة، او كمان مجموعة من الحاجات اتلمت فاتحكت في شكل قصة ممتعة. وده كان لقاء ممتع، لكن كمان كانت من وقتها بقيت خلاص انا من جمهور هذه القناة على اليوتيوب لشادي حبشي اللي منورنا النهاردة بمناسبة ماتش الاهلي مع مازيمبي لانه اهلاوي، وكمان للحديث عن نقاط اوروبية. منور الدنيا يا شادي. ربنا يخليك يا هاني، انا مبسوط قوي ان انا معاك، وطبعا المقدمه دي يعني اتمنى اكون استاهلها يعني. طبعا تستاهلها. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، كويس؟ مبسوط اني معاك يا هاني انا صدقني. كمان منور الدنيا كلها. ربنا شادي، يخليك. الاهلي بكره مع مازيمبي بعد التعادل 0-0، اوكي، ما قبل المباراه بيبقى التعامل عامل ازاي والفكر بتاع تقييم النتيجه؟ بص، هي الفتره اللي فاتت الدنيا في الاهلي مش احسن حاجه قوي يعني، برضو خلي بالك الكره في الاخر نتائج، نعم. مهما عملت ومهما قعدت تدي مبررات بقى، واصل ده مش موجود وده غايب وده اصابات واجهاد وسفر، في الاخر الناس بتتكلم النتيجه ايه. اخر فتره النتائج مش كويسه، يمكن بره الملعب الاهلي عامل نتائج جيده، اول مره تفوز في غانا ماتش من الدياما مظبوط. 1-0، طالع من ملعب مازيمبي بتعادل سلبي، دي حاجه كويسه. الاهلي دايما بيخسر في الملعب ده، او هو نعم، مش كتير بس يعني عاده الانديه الأندية المصريه كلها بتخسر هناك، المصرية. ملعب صعب قوي. ماتش سيمبا دي اول مره تكسب في تنزانيا، حتى ماتش في الجزائر طلع كلين شيت، يعني عامل كلين شيت بره كويس، بس اوفر اول يعني زي الكيمياء بتاعه تشكيله السنه اللي فاتت اللي كان عاملها كولر اتفركشت. ايه سببها؟ ايه سبب اللي بتصفه بالفركشة؟ بص، هو يعني نرجع من اول الموسم، هي حاجات كتير مع بعض يعني طبعا كده كده في النهايه انا بشوف ان المدير الفني هو اللي لازم هيبقى مسؤول، مظبوط. مش هينفع ان انا اقول لا اصل كل حاجه مديري الفني مش غلطان، اكيد لي جزء من الغلط، بس هي شويه حاجات مع بعض. اولا انا بشوف لحد دلوقتي ان انك تكون عامل موسم ناجح زي الموسم اللي فات ده، انت دخلت 5 بطولات، كسبت 5 بطولات، كاس العالم للانديه صحيح ما صعدتش او ما خدتش برونزيه، بس عملت بطوله كبيره، مشيت الجهاز الاداري كابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز الطبي، فانت لو في جهاز فني وجهاز طبي وجهاز اداري انت شلت عنصرين غيرتهم من الثلاثه، فانا شايف دي برضو تمام، ايا كان مين اللي جه، مش بقول ان مفهوم اللي جه مش ان كويس، ممكن بس التغيير في حد ذاته يخل شوية طبعا بالنظام طبيعي بيعمل الفريق. شويه خلل. طبعا اول ماتش في الموسم خساره سوبر افريقي هزت كتير في الفرقه، ما كانتش متوقعه كمان لانه قدام فرقه اقل منك، اتحاد موسم العاصمة. اتحاد العاصمه، طبعا موسم كالعاده موسم استثنائي في الكرة المصرية، واحنا عايشين في موسم الاستثنائي على طول هو عمرنا، الاستثنائي هو العادي اللي هو في العادي المواسم اللي هو المصرية. اللعيب المصري ما ينفعش يلعب 70 ماتش في السنة، احنا عشان بس نبقى متفقين، مهما كان كويس وبياخد احمال كويسة وبيتمرن كويس وامكانيات متاحة، طبعا مع كمية الماتشات مع كمية السفر مع دخول المنتخب تغيير مدير فني جديد للمنتخب كابتن حسام حسن جه، لا لعيبة الاهلي لازم تلعب معايا، طبعا اجهاد واصابات مره واحده ضربت الفريق، زودت كمان من المشاكل اللي موجوده، زائد ان اكيد كولر يتحمل جزء من المسؤوليه زي ما اخذ جزء كبير قوي من الاشاده، اكيد في جزء غلط برضه. ايه اللي ممكن تلوم عليه كولر في الفتره اللي فاتت؟ يعني في ماتشات انا من المدرسه اللي احبها دايما انك انزل اركب الماتش وبعدين ابقى اعمل يعني تغييراتك، انزل اول 45 دقيقه هات جول والتاني رايح اللعيبه، يعني الروتيشن، طريقة زيادة الروتيشن هي شوية، اللي مش مقنعة بالنسبة لك. زيادة شوية، كنت شايف ان في اوقات يعني 7 لعيبة مرة واحدة، ومش بس 7 لعيبة، 7 لعيبة بتغيير مراكزهم، يعني هو متعود عمر كمال يمين لا يلعب شمال، يلعب يمين لا يلعب مساك، فعارف حاجات فركشت الدنيا كده، مع طبعا ان ازمة المهاجم انا شايف انها ازمة مش قليلة. كان بتشوف متوقع ازاي وجود وسام ابو علي؟ هل بتشوف انه هو ده اللي ممكن يبقى الحل اللي يسندك بشكل ايجابي لنهايه الموسم، ولا ايه تقييمك لما انا قدمه شايفه حتى؟ مهاجم ممتاز، مهاجم ممتاز. شايفه يعني شايف ان الاهلي اتاخر على ما جاب المهاجم، بس شايف انه جاب مهاجم كويس يعني، وسببه علي لو الاصابات بعدت عنه اعتقد كمان 5 6 ماتشات هتحس انه خلاص، هو ده المناسب لطريقه اللعب دي، وساعتها تتوقع انك ما تبقاش محتاج مهاجم في موسم الانتقالات اللي جاي من الاجانب؟ مش لازم اجنبي، بس الاهلي محتاج مهاجم كمان،
محتاج مهاجم كمان. اه لانه موديست مش هيكمل طبيعي، هو كان جاي زي مرحله انتقاليه يعني، كانت شراء مفاجئ انت مضطر له في خلال اسبوع لازم تجيب مهاجم، حبيت تشوف مهاجم فري مش هتدفع فيه فلوس، مرتبه تقدر تتكلم فيه شويه حاجات زي كده. بس انا شايف الاهلي محتاج مهاجم تاني مع وسام ومع كهربا اللي هو مش مهاجم بالمناسبه يعني، اللي هو بس بيأدي بقى مهاجم بالظبط علشان برضو تسد ازمه. كل دي مقدمه لماتش بكره. بالظبط كده يعني انا انت شايف يعني انت بدأت كلامك اجابه على السؤال بانه الفتره دي مش هي الاحلى بالنسبه للاهلي، طبعا خساره لكن النتيجه اللي خارج بيها من هناك ما بعد كمان كرد فعل بعد الخساره من الزمالك اللي كانت محبطه للاهلي والجمهوره، مخلياك دلوقتي صاحب اليد الاعلى في ماتش العوده، شايف ازاي التعامل ولا مش مقتنع لا بكلامي؟ بالعكس انا شايف انه يعني هو في حته طبعا كده كده خساره الديربي بتقلب الدنيا في اي حته، وطبيعي ان الناس تبقى زعلانه يعني، بس هي الفكره ان هو لما تيجي تبص كده على تشكيله في ماتش مازيمبي وماتش الزمالك هو واضح انه كان مركز على ماتش مازيمبي اكتر، لانه انا لسه قدامي في الدوري اكتر من 20 ماتش، لكن انا مازيمبي لو رحت هناك لا قدر الله شلت جون او اتنين هيبقى الموضوع فيه مشكله. انا شايف ان كل الهيصه دي هتهدى لما الاهلي يعدل النهائي. لو الاهلي وصل فاينل هتهدى كتير قوي، الناس مش هتفكر في حاجه تاني خلاص، هتنسى ماتش الزمالك مؤقتا خلاص، فاضل 180 دقيقه ممكن تاخد البطوله، والدوري ساعتها مش هقول انه سهل بس خلاص رجع لك بقى مصابين كتير، يعني هيبقى في نفس اكتر في الدوري يعني تقدر تعوض يعني، لا قدر الله النتيجه مش كويسه بكره يعني الدنيا هتبقى الناس هتفتكر ماتش الزمالك بقى يعني انت لك ست هتكلم عن المرحله بقى، هتكلم عن ليه الاهلي واقع بالظبط وجاي كمان بتوديع بطوله لا قدر الله، فهتبقى القصه كلها كده. لكن مشكله، لكن ايه بقى اللي تعمله علشان ما يبقاش في السيناريو السيء ده عشان الاهلي يكسب بكره؟ يعني انت عملت نتيجه كويسه في الذهاب، وكمان الاهلي كان يقدر، هو مازين بيضيع بس الاهلي ضايع، فانت انا الاهلي اللي بدأ الاهدار، الاهلي بالظبط الاهلي ضايع يعني، شايف في فرصتين كانوا سهلين. ايه اكتر واحده عصبتك؟ الكره بتاعت رضا سليم طبعا، الكره بتاعت رضا سليم، وفي كوره بتهيألي كان عمرو السولية المفروض يلعبها ناحيه اليمين لعبها ناحيه الشمال، كان اكرم توفيق اكرم لعبها لوسام صح، اللي هي رايحه 4-2 قرار غلط. كانت كوره سهله قوي، كان يلعبها لليمين بالظبط، يلعبها على اليمين كانت الزاويه اسهل بكتير، فشايف انه مش فريق قليل لكن مش فريق مرعب يعني، انا شايف الاهلي يقدر يتجاوز. يعني بدا يرجع لك شويه مصابين اهو، القائمه نزلت امام عاشور هيبقى امام موجود. وحسين من حسين المصابين موجود. رجعوا. فشايف انه يعني الفرصه مهيئه بكره قوي انك تهدي الجمهور تاني. الاهلي يعدي بكره وتكسب مكسب مريح كمان 2-0 مثلا، او تقدر تكتر تطمن على اللعيبه، الشناوي بدا يرجع مع ان مصطفى شوبير مش مؤثر خالص يعني، شايف ان هو اصلا نجم البطولة دي لحد دلوقتي. مظبوط، كل الماتشات اللي لعبها لم يستقبل أي هدف، وده حتى وصل لسؤال عمرنا ما نتخيل إن إحنا كنا هنسأله لو رجعنا شهرين لورا، إنه لما يرجع الشناوي مين اللي هيكون أساسي؟ لو وجهت لك أنت السؤال ده بتشوف إيه الإجابة كأهلاوي وكمتابع محلي؟ لا هو أنا السؤال ده أنا ممكن أجاوب أنا على نفسي، إن أنا كنت غلطان أنا وناس كتير. كنت قلقان؟ يعني كنت بقول طب ما كنا نشوف حارس مرمى محلي، طب مش عارف ايه، بس انا شايف انه الاداره ومستر كولر الاثنين كانوا صح. لا بس هما ما كانوش يعني، الاهلي كان عايز بس ما عرفش، مش ما كانش عايز وانت اعترضت. لا تمام، يعني الاهلي كان زيه زيك، كان زيه زي مشجعيه، شايف انه محتاج بديل بعد اصابه الشناوي. لكن اللي اعرفه او ممكن المعلومه دي انت تصححها لي يعني، ان هو مستر كولر كان بيقول ماشي هاتوا حارس تاني، وده مظبوط لان كمان في اولمبياد وحمزه علي يمشي، بس انا لكن مصطفى هيلعب بس هي مظبوط. فاذا هم كانوا شايفين الراجل ده في التدريبات كويس جاهز. فبصراحه انا شايف ان انا واحد من الناس يعني كنت قلقي كان اوفر قوي. حارس مرمى عنده 24 سنه هتدي له فرصه امتى؟ 24 سنه برضو ده مش طفل يعني، يعني 24 سنه ده ولعب منتخب وشارك السنه اللي فاتت في فاينل افريقيا، فشايف انه لا القرار كان قرارهم كان صح. فالاجابه على السؤال ايه؟ لا الاجابه انه طالما شوبير كويس يكمل. ما يعني انا من المدرسه دي، هتيجي فرصه حصل دروب خلاص يخش الشناوي تاني، لكن طالما هو مكمل كويس يكمل يعني، شايف انه والله كمدير فني يا شادي اعتقد انه بيحسبها مش بس فنيا، هو بيحسبها ايه كمان الاقل ضررا على مستوى اوضه اللبس، وعلى مستوى مش بس الاداء المقدم بل الخبرات اللي مش هتفيدني بس كحارس مرمى بل هتفيد باقي الخطوط. صح فاهمني؟
ده كل اللي انا بقوله ده ممكن يبقى مقدمة لانه يبقى محمد الشناوي بعد عودته بتمام الجاهزية هيبقى هو اللي بيرجع للمشاركة، خصوصا انه مش هي يعني مش هيبقى في رد فعل سلبي من مصطفى لانه هيبقى متفهم فكرة فوارق الخبرات، بعكس اللي ممكن يبقى رد فعل في حالة غياب الشناوي. ولا ايه رأيك؟ انا بص، هو بتناقش معاك. لا، انا فعلا يعني انا حاولت ادور كتير في الموضوع ده على فكره، هشوف حاجات في التاريخ كده للمدربين الاجانب، ما وصلتش لحاجه لسه على فكره، لان هي كيس غريبه شويه ان الحارس التاني يتالق بالمنظر ده، مش معتاده قوي برضو. انا مش لاقي لها اجابه، يعني مش قادر اقول لك الصح يتعمل ايه، بس انا شايف ان مصطفى شوبير بالفورمه دي، يعني هو لو هنقول مثلا ان هو من ساعه ما الشناوي اتعور لعب مثلا 12 ماتش مثلا، مش ما كانش موفق في ماتش او اتنين من اصل 12 ماتش مثلا، دي نسبه عاليه قوي، فحرام انه يقعد الصراحه. برضو انا عندي في الذاكره بس كده، محليا نستقبل اجوال، ودي نقطة الضعف اللي بيتكلم عليها اصحاب الرأي الاخر. ماشي. طب انا بس في حته عايز اقولها في الحته دي برضو، فلاش باك كده، لو تفتكر فتره موسيماني كان غاب الشناوي عن ماتش القمه، كان الزمالك كان جاله ولعب علي لطفي. ولعب علي لطفي وصد بنالتي، يعني عارف اللي هو دفع معنويه بقى، كسبت الفرقه. الماتش اللي بعده كان ماتش سموحه في اسكندريه، رجع الشناوي واستقبل جول بشكل خطأ منه. فما بقولش ان ده شرط يحصل، تمام. بس فكره انه طب انا حارس، انا ببقى مستني الفرصه برضو. طبعا كده كده الحارس انت الاول، بتاخدها من منطلق العدل يعني؟ انا كده يعني مش بقول ان ده الصح على تمام، فكره، بس انا انا بقول كده. بسألك. يعني شوبير كويس يكمل، هيجي له دوره. انت سألت على امثلة تاريخية، اقول لك ريال مدريد دلوقتي مثلا، ما هو من بعد اصابة، هي شبه شوية الحالة، بعد اصابة كورتوا رباط صليبي بالظبط، كان عايز يجيب ياسين بونو، راح جاب كيبا، لعب كيبا شوية، قعده بالظبط، بقى يلعب لونين، بيتألق دلوقتي وبقاله هيكمل. شوية واصل معاهم سيمي فاينال تشامبيونز ليج وصدارة الدوري وتصديات قد كده قدام سيتي. النهارده انشيلوتي بيتكلم على، وهو بيتكلم على ماتش بكره ريال سوسيداد، بيقول ان الماتش اللي بعده كورتوا يعود لحراسة المرمى. ما هو انا بقول لك، انا يعني انا مش مدرب، وما اقدرش اقول لك الاجابه النموذجيه ايه، بس انا بشوف انه ما ينفعش حد بالفورمه دي وانس ان الحارس الاول يرجع مفهوم. يقعد، لا خليها طب حتى تمشي بالتدريج، بمعنى انه هيقعد على الدكه ماتش اتنين، هتيجي فرصه في الدوري هيشارك، ما فيش مشكله، بس طالما شوبير في البيك بتاعه لا يكمل. مفهوم. الزمالك ماتشو مع، متابع الزمالك؟ طبعا. الزمالك هو مباراة دريمز بعد التعادل 0-0. يعني برضو انا يعني الزمالك مستواه برضو مش احسن حاجه قوي بالمناسبه، يعني برضو انت ماتش الاهلي كان في حته كده برضو شطاره مدرب، يعني انا شايف ان المدرب برضو بيقفل المساحات، بيضيق المساحات كويس، واستغل طبعا نقطه ضعف الاهلي في الاثنين المساكين، وسيف الجزيره عمل ماتش كويس قوي على فكره على الاهلي. مش قادر اقول لك انه ماتش سهل هناك، مفيش ماتش في افريقيا بره ملعبك سهل، ايوه، بس على فكره مش مستحيل قوي برضو، يعني عادي الزمالك يقدر يخطف جون هناك. ايوه طبعا نقص القايمه بسبب الكونفدراليه وموضوع ان ناصر ماهر وعبد الله السعيد عامل فرق كبير، جدا في فرق افكار كبير. الراجل نفسه في تعامل الفريق كمدرب وكلاعبين في غياب او في وجود بيختلف تماما. طبعا، بس برضو هرجع اقول لك يعني فرق خبره برضو، عادي ممكن الزمالك يخطف جول في ركنيه، جول في مرتده، المهمه مش سهله، ما بقولش انها سهله، بس لا عادي تحصل، عادي. يعني الفوارق كبيرة فوارق لصالح كبيرة. الزمالك. وبعدين هي حتى البطولة السنة دي أول نسخة إن الكونفدرالية ما يخشش فيها اللي هم ملحق دوري الأبطال، مظبوط. فبرضو يعني تحس فرق كونفدرالية كلها. البطولة بداية الحياة في السيمي فاينل، عارف لما تحس صح كده صح يعني، صح فبس لا أعتقد الفرص يعني موجودة، يعني مش ما تقدرش تقول إنها مستحيلة خالص يعني. توفيق للأهلي وللزمالك، وإن شاء الله نشوف سوبر إفريقي بداية الموسم يجمع بين متوقعة المصريين. يعني، متوقعة، أنا شايف إنه ممكن. قائمة جدا. أنت أولا ناقص خطوتين يعني، ثانيا الأهلي، يمكن الأهلي مشوار مرهق في مازيمبي وفي ترجي أو سان داونز، فمشوار مرهق، لكن الأهلي يعرف جيدا كيف يتوج حتى مع الصعوبات. الزمالك مشواره على مستوى المنافسين أسهل، النتيجة بتاعت الذهاب مرهقة مقلقة، لكن يعرف يعدي دريمز، وعنده بعد كده بشوف، بتمنى ان اللي حاصل مع طبعا اتحاد العاصمه امبارح اعتبر خاسرا 3-0 من نهضه بركان، وبالتالي ماتش العوده ايه اللي هيحصل؟ المفروض بقى ان اتحاد العاصمه يروح عادي نهضه بركان يلعب، فنشوف ايه التصرف، لكن اللي حاصل ده ممكن يكون يسهل مشوار الزمالك في المرحله التاليه ان شاء الله يعني.
فيا ريت سوبر مصري تبقى افريقي. تكرار السوبر بتاع 94. 94 1-0 للزمالك في جوهانسبرج، ايمن منصور. طيب اوروبيا، شفت زي الاثاره اللي حصلت في دوري ابطال اوروبا في دور الربع النهائي؟ يعني هي دي الكوره. يعني ردا على سؤال كابتن علاء عبد العال، لا لا فعلا، يعني فعلا ماتش يعني دوري الابطال من اول دور الثمانيه كده، دور 16 دول بتحول، يعني الماتشات بتاخد ريتم رهيب يعني. طبعا بما اني بشجع ريال مدريد يعني، فكنت في قمه السعاده طبعا ماتش سيتي يعني مفاجاه بالنسبه لي. وبشجع ارسنال، زعلت جدا بس ما اتضايقتش قوي برضه يعني. حسيت ان كل اغلب جمهور ارسنال ما اتضايقش قوي، لانه حس انه ايه، اولا مش نتيجه فضيحه مثلا تهدنا، ومحليا احنا ماشيين كويس، فالحمد لله. هو هي اخر مره ارسنال لعب دوري ابطال امتى؟ 2017. مظبوط. فاذا انت جاي من بعيد قوي. فلما توصل دور الثمانيه قصاد بايرن ميونخ اللي هو اصلا نادي متمرس، وانت ما خرجتش بنتيجه يعني، انت فارق جول بالظبط، عامل ماتش كويس وجول متاخر، فلا يعني بالنسبه لي كنت احب اعدي، بس يعني خروج عادي جدا يعني. الفرقه في غير الخمستين مثلا بتوع من كام سنه، دي كانت فضيحه يعني. في الدوري ارسنال ماشي كويس قوي، بيقدم احلى كره في انجلترا، ده في رايي يعني. يمكن هو مان سيتي بس عشان هو بيقدم مستوى مش طبيعي، فهو شيله كده من الدوري، ارسنال كان ممكن ياخد الدوري اخر سنتين. مظبوط. فهو هو ظلم شويه يعني، عرفت تحس اللي هو يعني تلعب مع فريق متوحش مش طبيعيين يعني. انا ماتش ريال مدريد بتاع الشامبيونز ليج ده، انا عمري في حياتي ما شفت فرقه 120 دقيقه بتضغط الضغط، انا ما شفتش كده في حياتي. بس اتعاقبوا اداء مش نتيجه في الماتش اللي بعده قدام تشيلسي، خدت بالك ماتش كاس الاتحاد؟ ايوه كان يعني واضح. يعني انا شفت نسخه من جوارديولا وسيتي ما شفتهاش بقالي مثلا 5 6 سنين، اللي هي الفريق اللي بيلعب بيدافع وبيهاجم. أيوة ده انا دلوقتي بشوف سيتي بيهاجم بس. أيوة. لقيته بيدافع وبيهاجم وبيغلط في الدفاع عادي زي البني ادمين. خلي بالك، هو بس جوارديولا ده عمل حاجه غريبه جدا في الكوره برضه. ان هو المدرب الوحيد اللي في التاريخ اللي يعني بيتقال له ايه، انت كسبت كل حاجه بس خسرت دوري الابطال انت فاشل. ايوه صح. فهو برضو الناس معليه البار عليه قوي. هو اللي عمل كده في نفسه. هو بيعمل حاجات غريبه في الكوره. فاللي هو انت خسرت دوري الابطال، انت الموسم بتاعك ضايع. فهو برضو بعد خساره دوري الابطال بالسيناريو ده لازم يبقى محبط يعني، ولازم اللعيبه صح، لازم تبقى اللعيبه متضايقه صح يعني. لان الماتش برضو السيناريو بتاعه ريال مدريد قوي يعني، فاهم اللي هو يعني انا عشان بشجع ريال مدريد يعني. بس اضرب براحتك هكسبك. يعني برضه فرق خبره كبير. انا عارف ان الكلمه دي بتضايق الناس، شخصيه البطل. بس هو حقيقي ريال مدريد مختلف، حقيقي دوري الابطال مختلف. يعني ماتش 120 دقيقه انك توقف الاطراف بتوع سيتي رغم ان هم ضيعوا برضه. طبعا. بس لازم يضيعوا، ما الفرقه دي ازاي هتوقفها ازاي يعني. فلا دوري الابطال بصراحه الماتشات اللي اتلعبت كانت جامده جدا. البايرن يقدر يوقف الريال؟ المستويات مش بعيده، بس اعتقد الريال هيعدي. يعدي يعني، اعتقد اللي عدى مان سيتي بالمنظر ده اعتقد بايرن هيبقى اخف يعني، اخف واطئه يعني. دورتموند طبعا عمل ماتش عالمي قدام اتلتيكو. ايوه يعني من يعني دورتموند ده نادي برضه، ماتشين دول كانوا حلوين على فكره. اي نعم، ما خدوش نفس المتابعه بسبب ان كانوا طبعا تزامنا مع ماتشين جماهيريين اكتر. من احلى الانديه اللي في العالم بروسيا دورتموند ده، والنادي نادي غريب جدا، ممكن ما تشجعوش بس ما ينفعش تكرهه. يعني عامل انت عنه حلقات. بحبهم جدا. انا ما بشجعش حد في المانيا على فكره. بحب بروسيا دورتموند دول بشكل، بحب الثقافه بتاعتهم وجمهورهم والمدربين تحس المدربين حتى بيروحوا لهم بيتطبعوا بطبع النادي. ببقى دايما متعاطف معاهم يعني، مش بشجعهم بس متعاطف معاهم. اعتقد يعني الناس كتير قوي. أيوه. زيك. ريال مدريد مرحله ما بعد انشيلوتي انت شايفها ازاي؟ وشايف مين الانسب بما انه مفيش زيدان، مفيش تشابي الونسو بما انه اعلن التمديد مع باير ليفركوزن؟ هو تشابي الونسو مستني ريال مدريد. مستني يتقل عشان يروح الريال وهو جاهز. يعني اعتقد هو السنه الجايه مع ليفركوزن يكمل القصه الرومانسيه بتاعته دي. معرفش هتروح لفين، بس هي حاجه عالميه يعني. اعتقد ان هو سنه كمان وهيبقى جاهز على ريال مدريد. بس هو انشيلوتي ده برضو اصله كيس غريبه كده. يعني السؤال اللي هو الراجل ده بيعرف يدرب ولا لا؟ عارف انت السؤال ده؟ انا بسمعه كتير السؤال ده، بس هو ازاي بيتسأل السؤال ده؟ عشان هو فعلا، هو انت لما تيجي تفكر فيها كده، عارف مثلا جوارديولا، ارتيتا، كلوب، الناس دي عندها هويه، طريقه لعب. راح هنا راح هنا راح هنا. مورينيو عنده طريقه لعب.
ما تحبهاش مش تمام مهم، بس عنده مفهوم. هو انشيلوتي لما تيجي تفكر هو ما عندوش طريقه لعب، بس هو عنده حاجه. يعني هو اللعيبه فجاه كده بيطلع لها انياب وهي بتلعب معاه في ماتشات بيعملوا اداء استثنائي رهيب، بس على اللونج ران في الدوري بيبقى دايما عنده مشاكل، لكن هو مدرب كبير وبيعرف يدير الاشخاص بشكل رهيب هي واللعيبه بتحبه جدا. دي ودي لا تقلل من مدرب طبعا بل تزيده، طبعا. حتى لو كانت نسبتها اكتر من الفنيات. وحاجه تانية بس عايز اقولها في موضوع انشيلوتي ده، بيدي مساحه يعني دايما الناس بتعمله نوع عكس جوارديولا، ان ده المدرب اللي بيخلي اللعيبه تلعب لا اللي انتوا عايزينه، والتاني بيخلي اللعيبه تلعب هنا تقف هنا فتسجل فتكسب، فاهمني؟ على فكره هو جوارديولا هو مدرب عبقري، بس هو فعلا فعلا هو الى حد ما بيخلي ساعات الكره ممله، لان مثلا اللعيب المهاري الجناح مثلا هو عنده مربع كده يتحرك فيه، فمساحه الابداع بتقل قوي، الكره الجماعيه بتزيد قوي، بس المتعه اللي الناس بتحبها زينا كده يقول لك ما اللعيبه مخنوقه. انا انشيلوتي بستمتع بيسيبهم. برضو ايوه بسيتي بصراحه يعني انشيلوتي عادي. بيسيب اللعيبه، يعني المرتدات اللي اتعملت كلها في ايوه ماتش مان سيتي بره رغم انها ما كانتش كتير، بس اللعيبه يعني بيلينغهام، فينيسيوس، رودريجو، اللعيبه بتستلم الكوره، كل واحد عنده مساحه ابداع، يعمل لقطه، يعمل باس، يعمل ترقيصه. فانشيلوتي يعني انا عن نفسي بحبه على فكره. ايوه مين وهو بقى اللي بعده؟ انا شايفها تشافي الونزو. تشابي الونسو. يعني هيستنوا يعني سنه كمان، هيستنوا سنه هو هيستنوا فعلا. لكن على الجانب الاخر، فما بعد المواجهه دي التقى ريال مدريد منتشيا ببرشلونه الحزين وفاز عليه في الكلاسيكو. وبعد المباراه النهارده اعلن برشلونه رسميا ان تشابي هيرنانديز مستمر رغم اعلانه في منتصف الموسم انه سيرحل بنهايه الموسم. قالوا غيرنا الافكار، كنا اتكلمنا مع بديل وكنا جهزناه، لكن اتفقنا ان احنا نكمل في لقاء زي ما قال من شويه شادي، لكن في سياق اخر عاطفي. كان النهارده اعلن تمديد المده. هل في ظل اللي بيقدمه تشافي مع ظروف برشلونه ده القرار الانسب؟ بص، هو في ساعات يقول لك يعني مش القرار الاحسن بس الانسب. انت طب البديل المحتمل مين؟ تحس ان هي اتقفلت، مفيش حد هيجي اقوى، فطب خلاص نستحمل سنه كمان. انا مش شايف ان هو مدرب بهذا السوق خالص. انا شايف ان هو عامل حاجه كويسه وطلع لعيبه كتير، وبرده الظروف الاقتصاديه اللي كان جاي عليها برشلونه كلها ملخبطه. بس طبعا يعيبه العصبيه الزياده قوي. يعني العصبيه اللي حصلت في اخر ماتشات دي، هو مضغوط. تحس ان هو يعني دي مش طبيعي، هو اصلا كان لعيب هادي، ده اللي استغرب له. يعني عصبيته على الخط دي، ضغط جامد قوي برشلونه. برضو رئيس النادي بقى جم بعد الزنقه الماديه دي، صرفوا فلوس كتير، وفي النهايه برضو النتائج مش على، مع انه كسب الدوري بس يعني طموحاتهم كانت اعلى. صح، هم وصفوها بالبطوله التاريخيه النهارده، قالوا جاب لنا دوري تاريخي يعني في ظروف صعبه. يمكن هو بيعترض كتير قوي تشافي على مؤخرا كمان الموضوع زاد قوي الحكام كمان. بس هو بالمناسبه يعني هو الماتش بتاع الكلاسيكو، يعني انا شفت الكوره من كذا زاويه، لا هي الكوره تقريبا عدت. يعني انا بشجع مدريد يعني، بس يعني بنسبه كبيره عدت. بس اوفر اول برضو مش قادر اقول، يعني مدريد برضو عمل ماتش كويس وكان بيرجع. شفت التقنيه اللي جابتها لنا من الاستوديو ديت، اللي هي المربع الصغير اللي جوه الكوره ده اللي ما عداش؟ بص، ما هي دي حصلت مع ليفربول من 3 سنين مع سيتي. مع مان سيتي، الكوره كان فاضل فيها حته قد كده ما دخلتش. لا انا بالنسبه لي اكثرها فداحه، او مش فداحه، غير قابله لان منطق مخي يقبلها، هي كره ماتش اسبانيا واليابان اللي في كاس العالم دي، اللي عدت الخط ولا ما عدتش قبل ما تتسجل جول اليابان. يعني دي كره، احنا الكرة قدامنا اهي خلصت، عايزين تاني، الخط انتهى يعني. وقالوا التقنيه قالت ان هي ما عدتش، فبالتالي ده بيخليني اصدق اي قرار يتقال بعد كده ان هي ما عدتش، لانه خلاص اذا كانت التقنيه قالت على دي ما عدتش. انا شفت فيديو واحد بعد ما شفته قلت لا الكرة عدت، عدت بكامل محيطها يعني. شايفها بس ظلم تحكيمي بيحصل يعني. بس اوفر اول برضه الريال كان عامل ماتش كويس. هو الماتش كله كان ممتع قوي بصراحه، ما شفتوش لاني كنت على الهوا يعني، شفت شوط اول بس لما خرجت بقى قعدت اتفرج. ايوه لا طبعا مزيكا مزيكا. مين هياخد الدوري الانجليزي؟ ليفربول، سيتي، ارسنال؟ سيتي للاسف. سيتي للاسف خلاص، هو كمان ما عندوش دوري ابطال، فخلاص فضل الدوري بقى.
يعني ناديك شفت النهارده ماتش برايتون اهو، كلنا كنا متعشمين يحصل تعادل ولا بتاع، نزل داسهم. فلا ما يعني للاسف للاسف هي حقبه جوارديولا دي لازم تنتهي من الدوري الانجليزي، عشان فعلا الموضوع بقى ممل. يعني ارسنال فعلا فعلا نسخه ارتيتا دي تستاهل دوري. متعه متعه، صح. عامل فرقه هايله يعني، وحتى دفاعيا على فكره ثنائي الدفاع في قلب الدفاع عاملين شغل ممتاز. الاطراف طبعا ديكلان رايس تقل فرقه كتير قوي، طبعا مارتينيلي، اسف اوديجارد لعيب كبير قوي 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 قوي، ممتع حاجه ممتع يعني، كره في رجليه. فبصراحه اللي هو انت عمال بتتفرج وبتتحسر الفرقه دي ازاي ما تاخدش الدوري. امبارح او النهارده طبعا فودن جاب جولين، دي بروينا سجل جول، الفاريز سجل الرابع. ده ماتش مؤجل من الجوله 29 ان هم لسه عندهم مباراه يلعبوها عشان يتساووا مع ارسنال المتصدر ب 77 نقطه، سيتي 66 نقطه، ليفربول 76 نقطه، ليفربول 74 نقطه بعد الخساره بالامس امام ايفرتون. محمد صلاح تحت مرمى الانتقادات بقاله كام مباراه، سواء لغيابه عن التسجيل او لقله الفرص اللي بيستغلها في مع ليفربول. بتشوف ازاي ما يقدمه صلاح حاليا؟ هو الموسم كله كده تحسه من الاول مش الدنيا، من اول خالص ده هيروح السعوديه بعدين لا هيقعد. طبعا المشكله اللي حصلت وقت المنتخب واصابته ورجوعه، بعدين تحس ان هو كان مستعجل يرجع فرجع واتصاب جديده الاصابه، مع ان اصلا سكواد ليفربول الصراحه يعني اللي اتعمل السنه دي ده معجزه. يعني ان هم وصلوا اصلا لده في الدوري ده بالسكواد اللي موجود ده الصراحه معجزه يعني. بس جت فتره الفرقه اتحسنت وقدمت كوره حلوه، وسوبوسلاي المكنه اشتغلت، وماك اليستر بعد ما انتقد فاق. الماتش بتاع مان سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد، الفرص اللي ضيعها لويس دياس ونونيز احبط شديد يعني. الماتش ده كان لازم يكسبوه. فانت برضو لما تبقى القايمه مش كبيره، مفيش عمق كبير في القايمه، العدد قليل، ما تتوفقش في ماتش والتاني. وبعدين برضو جه ماتش اتلانتا ده تحسه يعني، ماتش طبعا ماتش مانشستر في ملعب مانشستر ده، الجول العجيب اللي جابه برونو ده تحس ان هو قتلهم. فكانوا يستحقوا يكسبوا الماتش ده، مع ماتش مان سيتي في الاتحاد يستحقوا يكسبوه. طبعا جه ماتش اتلانتا ده خلص خالص، خلص ودع يعني اوروبا وراح موقع اللي بعده محليا. سن صغير مدرب خلاص اعلن انه ماشي، مع ان هي كانت في الاول ميزه على فكره. وكانت ميزه لبرشلونه لما تشافي اعلنه ان اللعيبه بتلعب في الاخر. بس خلاص، ما هي سلاح ذو حدين، مش هتعرف تمسك للنهايه، هي بتفوق شويه وبعد كده بقى خلاص الدنيا ماشيه. ومفيش بقى خبره كتيره برضه في القايمه يعني. سلوت هيبقى هو المدير الفني المقبل لليفربول غالبا بحسب التقارير، المدير الفني لفريق فاينرد الهولندي، بطل الدوري وبطل الكاس سواء النسخه اللي فاتت او النسخه الحاليه من الدوري والكاس. صلاح يروح على السعوديه خلاص، حان وقت الرحيل. الصراحه انا لو بتسالني انا احب انه يكمل في ليفربول لحد ما يعتزل. يعني مشان كلوب ده ممكن ما اعرفش، بس يعني ممكن. انا كنت احبه يكمل في ليفربول لحد ما يبقى يعني اسطوره الاساطير هناك. هو عامل ارقام الحياه لن تكسر يعني بسهوله عموما، يعني زيه زي جيرارد خلاص، انا هبطل هنا. فبس هذا ما تتمناه، لكن ما سيحدث هنعرفه في الايام القليله المقبله. شادي كنت مبسوط قوي بلقائنا مع بعض، وان شاء الله نتقابل دايما على خير، وبتمنى لك كل التوفيق. ميرسي يا هاني، ميرسي جدا للاستضافه، وانا مبسوط جدا كنت معاك. نورتني، نورنا شادي حبشي المحلل الرياضي المتالق، وانتوا كمان نورتونا مش بس النهارده بل طوال هذا الاسبوع. ان شاء الله يوم السبت هنلتقي، نكون بنحتفل بتاهل الاهلي الى نهائي دوري الابطال، وبنقدم بدايه الاحتفالات بتاهل الزمالك الى نهائي الكونفدراليه. حتى نلتقي، تحيات كل فريق العمل، وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.